ازيكم يا مواليد برج الميزان؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم السبت الموافق 14 اكتوبر 14/10/2023. هتبعد عن كل الحوارات والاحاديث غير الهادفة في الشغل. هتبقى حذر من بعض زملائك اللي بيحاولوا انهم يجذبوك بعيدا عن الشغل. هتحاول جاهد انك توصل لحلمك وتحققه على ارض الواقع في الفترة الجاية. بالنسبة ليك مهم انك تحقق توازنك، وهتعرض عليك في اليوم ده شوية قرارات مالية بتطلب منك الدراسة. هتفتكر انك لازم توازن خياراتك عشان تتجنب الانفاق المندفع. هتاخد وقتك عشان تقيم وضعك المالي وتاخد قرارات تبقى بتتماشى مع اهدافك طويلة المدى. حاول انك توفر شوية من الساعات في يومك عشان تقعد بيها مع حبيبك، وتحاولوا تستمتعوا مع بعض وتناقشوا المواضيع اللي بتهمكم بطريقة ايجابية. هتبعدوا عن اثارة اي جدل او اي خلاف في اليوم ده. ما تحاولش ترهق نفسك، وخليك حريص انك ما تقلش ساعات نومك عن 8 ساعات، وتتناول خضار كتير عشان تحافظ على صحتك. في الفترة الجاية هيبقى في حلول كتيرة للمشاكل اللي بتواجهك، وهتحصل على كل حقوقك كاملة في الفترة الجاية.